الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي مع ملخص لأحداث الفصل الرابع من قصة عنترة بن شداد، حوار ساخن من كتابنا كتاب الأضواء صفحة 106. بيقول: خرج عنترة من بيت أمه وكانت الحلة خالية إلا من الشيوخ والنساء، فقد خرج أهل الحلة إلى مكان الاحتفال ليحتفلوا بعيدهم، وسار عنترة مسرعا حتى وصل إلى السرادق المقام والمعدل للاحتفال. ولم يكن ذهاب عنترة إلى موضع احتفال القبيلة بهدف مشاركة القبيلة في الاحتفال، وإنما يهدف الالتقاء بشداد حتى يسأله عن نسبه ويحمله على الاعتراف ببنوته. عنترة ليشهد الاحتفال، ليس يعني ليشهد الاحتفال والترفيه والترويع عن النفس، ولكن لكي يقابل أباه ويعني يحصل منه على اعتراف ببنوته. إلى السرادق لاحظ فتيات عبس يقصنا ويغنينا على عبلة وهي تغني، فلما رأته تبسمت له ثم امتنعت عن الغناء وعلقت عيناها بعنترة الذي مضى إلى زهير بن جزيمة ملك عبس وحياه، فرد الملك التحية. فنظر عنترة إلى المكان فلم يجد به موضعا يجلس فيه، وما كان من عمارة بن زياد إلا أن سخر من عنترة قائلا له: ألا تجد لك مكانا يا عنترة؟ فقال عنترة: لو أنصفت لقمت لي من مكانك يا عمارة. فهب عمارة من مكانه سائرا. فلما اشتد الحوار بينهما ووصل إلى حد المبارزة، تدخل أسياد القبيلة وفكوا الاشتباك بينهما، وأمسك شداد عنترة من يده وأخذه وخرج من سرادق الاحتفال واتجه به إلى شعب من شعاب الوادي، ثم راح يسأله عن سبب حزنه. فذكر له عنترة ما دار بينه وبين أمه، وطلب من شداد أن يعترف ببنوته إن كان ابنه حقا، فأجاب شداد أنه يخشى أن يعترف به فيجلب المعرة لقبيلته. فغضب عنترة وقال: أتكون المعرة أن تنسبن إليهم؟ إذن فسأظل عبدك أرعى إبلك ولا شأن لي بالحروب. وقرر رعاية الإبل وحلب النوق وأن لا يشارك في الغزو والحروب، ثم قبل قدمي أبيه ونهض مسرعا وانطلق إلى شعاب الصحراء. هناخد تدريبات على الفصل الرابع من كتابنا كتاب بنك الأسئلة الصف الأول الثانوي صفحة 114. الأول يقول: وسار عنترة يغرز الرمح في الرمال كأنه يطعنها في حقد حتى بلغ البراح الفسيح الذي تعودت عبس أن تجتمع فيه للاحتفال بالعيد، وكانت أصوات الغناء والضحك والصياح تنبعث إليه في ضجة يملها النسيم إليه عجيبة غامضة كأنه لم يشهد يوما زحمة مثلها. ولاحت لعينيه نخيل بارزة في حلقة عظيمة كأنها سياج يحجب عنه عالما صاخبا مرها يختلف عن عالمه الحزين العابس. وخطرت له في سيره صورة عبلة، وخيل إليه أنه يسمع صوت غنائها. أتكون عبلة هناك في ذلك الجمع العابس الله لا يخطر ببالها ما هو فيه من تنكيد وحزن وعنف. رقم واحد: استنتج سبب ذهاب عنترة إلى مكان الاحتفال. قلنا طبعا سبب ذهاب عنترة إلى الاحتفال ليس أن يواجه عمارة ابن زياد ويبعد عن عبله، ولا الهروب من واجهة أمه، ولا الاحتفال بالعيد مع أهل الشربة والعلم السعدي، لكن هو طبعا لقاء شداد لسؤاله عن حقيقة ما أخبرته به أمه. يبقى رقم واحد. هناخد رقم دال: سبب ذهاب عنترة إلى مكان الاحتفال لقاء شداد لسؤاله عن حقيقة ما أخبرته به أمه. ثاني: ولمح أمام السرادق فتيات عبس وهن يخطرن في رقصهن وغنائهن، فأدار بصره فيهن حتى وقع على عبلة وهي ترفع يديها وتغني، فخفق قلبه وتمتم قائلا: أكل هؤلاء ينظرون إليها
وسمع عند ذلك من ناحية سراطق اسم عبلة يتردد في صيحة إعجاب، فوثب وطعن الرمل برمحه، فما هي إلا لحظات حتى كان على خطوة منها، فالتفتت إليه وطلاقت عيناهما. إذ حال عنترة عندما رأى عبلة وموقفها منه، هل صرخ عنترة في وجه عبلة أما عبلة فبكت وانهارت؟ طبعا لا، تبسم عنترة لعبلة مرحبا بها، أما عبلة فغضبت بشدة من عنترة أيضا لا. فرح عنترة برؤية عبلة، أما عبلة ففرت خائفة منه وهاربة. طبعا هنا غضب عنترة بشدة، أما عبلة فتبسمت وسكتت عن الغناء. إلا طبعا فالتفتت إليه وطلاقت عيناهما. يبقى حال عنترة عندما رأى عبلة وموقفها منه، طبعا غضب عنترة بشدة، أما عبلة فتبسمت وسكتت عن الغناء. رقم 3، سمع صوتا ينادي في شيء من السخرية قائلا: ألا تجد لك مكانا يا عنترة؟ فنظر نحو الذي يخاطبه، وكان عمار بن زياد أجمل فتيان عبس وأكرمهم وأعلاهم حسبا وأشرفهم نسبا. فقال عنترة في حقد: لو أنصفت لقمت لي من مكانك يا عمارة، وكانت الخمر قد لعبت برأس الفتى السيد. فهب من مكانه ثائرا وقال: تعال فخذ مكاني إذا استطعت يا ابن زبيبة. فقال عنترة ثابتا: لم تأتي بجديد على الأسماع، فكل عبس تعرف أمي كما تعرف أمك، ولكني هنا أنا وأنت، فتعال إلي إذا شئت يا عمارة. ثلاثة، استنتج من خلال قراءتك لأحداث الفصل الرابع النتيجة المتوقعة من لقاء عنترة بعمارة. ألف، هروب عمارة ابن زياد من مواجهة عنترة. طبعا لا، أصاب كل منهما الآخر وبلغ منه. طبعا أيضا لا، أصابت عنترة ابن شداد إصابة بالغة من جراء لقاء عمارة. طبعا لا، هي طبعا النتيجة المتوقعة هلاك عمارة بن زياد لا محالة، فقد وقع فريسة للأسد. ملخص لأحداث الفصل الخامس من قصة عنترة بن شداد خطبة عبلة. خرج عنترة من الشعب وظل يسير حتى وصل إلى الوادي الفسيح الذي كان يرعى فيه إبل شداد، حيث لم يجد عنترة العزاء إلا في صحبة الإبل والخيل وصيد الغزلان والذئاب. وكانت صورة عبلة تتمثل أمام عنترة بعيدة بعد النجوم، وهو هائم على وجهه في شعاب الوادي، وكان يقضي أيامه ولياليه هائما، حيث النهار بين الشعاب والليل سابح بين شجونه وهمومه. وما إن يرى منظرا جميلا في ذلك الوادي الفسيح إلا ويتذكر عبلة، فكم كان يرجو العودة إلى الحلة حتى يفوز بنظرة منه. ثم سمع عنترة ثيره حوافر فرس يأتي من ورائه مسرعا، كان أخاه شيبوبا، فسأله: لما جئت؟ فراوغ شيبوب في رده، ثم ما لبس أن صارحه القول وأخبره بخطبة عبلة من عمارة ابن زياد. شيبوب يخفف عن عنترة من وقع الصدمة عليه بألا ينخدع بحب عبلة، فهي ليست له ولن يرضى أبوها بزواجه منها. فرد عنترة قائلا: لن أرضى بظلم الحياة يا شيبوب، ولن أرضى بأن أبقى عبدا، استطيع أحد أن يمنعني عن عبلة؟ لا مالك أبوها ولا غيره. وقد قرر عنترة الحصول على حريته ليستطيع الزواج من عبلة، فحاول شيبوب تهدئته ولكن دون جدوى. عنترة يصر على إعلان الحرب على القبيلة وسادتها بما فيهم والده ووالد عبلة وكذلك عمار بن زياد إذا تجرأ على خطبة عبلة. ثم ركب عنترة فرسه متجها إلى منازل عبس، ولم يجد شيبوب بدا إلا أن يلحق بعنترة عائدا إلى منازل عبس. أعلن الفصل الخامس من كتابنا كتاب بنك الأسئلة كتاب الأضواء صفحة 100، عنترة من الشاب هائما على وجهه لا يدري أين يذهب، ولم يلتفت إلى ناحية الحي، كأنه كان يكره أن تقع عينه على الحلة التي تضم الذين ينصبونه العداء ويثمرون له الحسد ويتنكرون له.
واحد استنتج سبب غضب عنترة من قومه: انتقاص حقي في الغنائم التي غنموها. طبعا هذه الغنائم لم تكن تشغل بال عنترة. رفض والد عبلة زواج عنترة من عبلة بسبب رقه. طبعا هو لسه لم يطلب عبلة للزواج، عدم تقديرهم له والتقليل من شأنه. طبعا السبب عدم اعترافهم به حرا مثلهم، وخوف شداد أن يفتضح أمره بينهم. يبقى ده سبب غضب عنترة، عدم اعترافهم به حرا لقوم بني عبس، وخوف شداد أن يفتضح أمره بينهم. يبقى احنا خدنا رقم ب صفحة 215 من كتابنا كتاب بنك الأسئلة كتاب الأضواء. هكذا قضى أيامه ولياليه، هائما في النهار بين الشعاب، سابحا في الليل بين الشجون، وهو في كل لحظة تمر به يزداد حقدا على قومه الذين يصدرونه، وعلى أبيه الذي يظلمه وينكره، ويأبى أن ينسبه إليه مع أنه يعترف ببنوته. وأقبل على الخمر يحاول أن يجد فيها ما ينسيه حب عبلة وحقده على عبس وظلم شداد، ولكن الخمر كانت إذا تسلطت عليه لا تزيده إلا وجدا وحنقا وحقدا، حتى لقد حال لونه وأخذ الضعف يدب إليه، وصار يؤسر الانفراد والبعد عن سائر من هناك من الناس. استنتج الدليل الذي يؤكد محاولة عنترة نسيان حب عبلة وظلم قوم له. هل هو انكباب عنترة على شرب الخمر لعله يجد فيها بغيته، ولا الانطواء والبعد عن الناس والانقطاع لرأي الأغنام؟ طبعا مش هو المطلوب. النوم نهارا برضو لا. الانشغال بقول الشعر، طبعا هو انكباب عنترة على شرب الخمر ولعله يجد فيها بغيته. ثلاثة، وسكت لحظة ثم قال: كان الحي بالأمس يزخر بمن فيه، فقال عنترة في صيحة مكتومة: فهل من جديد؟ وقال شيبوب: ونحر مالك بن قراد 10 جزر، أي نوق. ثم سكت فصاح عنترة: امضي، وما قصة هذه الجزر؟ استنتج ما وراء حديث شيبوب عن الجزر. هل هو عرس سمية؟ طبعا لا، مفيش. طبعا هي ده سمية ديت زوجة أبيه. انتصار قبيلة عبس على قبيلة وازن، طبعا لا. زواج عمرو، طبعا لا برضه. هي طبعا خبر خطبة عبلة وانتهاء أمل عنترة فيها. يبقى احنا خدنا رقم د. الفصل الرابع والخامس من كتابنا كتاب الأضواء بنك الأسئلة صفحة 129 و130. فقال عنترة: إن القول يسوق بعضه بعضا، وإن في نفسي لقولا كثيرا لست أدري كيف أبدأ فيه. إن عندي لك قولا هو أولى أن تسمعه من هذا الذي تسألنا عنه يا سيدي. فقال شداد في دهشة: قل ما بدا لك يا عنترة؟ فقال عنترة: إنني لا أستطيع يا سيدي أن أنكر فضلك، فأنت فارس عبس وشيخها، وأنت ملاذ الخائف ومطعم الجائع ومكرم الضيف وناصر الضعيف، وقد حدثتني أمي عنك طويلا منذ كنت طفلا. قال هذا ثم سكت ونظر إلى سيدي شداد، فقال الشيخ عابسا: ما لك تسكت يا عنترة؟ امضي في الحديث وكل ما عندك. رقم واحد، استنتج ملمحا من ملامح عنترة الشخصية من خلال قراءتك للفقرة: سريع الغضب والانفعال، قوته وقدرته على القتال، شاعر ملهم وفارس مجيد، ذكاؤه في إجراء الحوار مع شداد. طبعا من ملامح شخصية عنترة في الفقرة الذكاء في إجراء الحوار، أنه بدأ بقول لين وبدأ يثني على أبيه لعله يصل إلى مراده. دال رقم اثنين، فقال شداد متبرما: أما إنك لتلج لجاجة لا أحمدها. فقال عنترة معتذرا: لست أحب اللجاجة يا سيدي، فصرفني عنك بكلمة أعرف بها مكاني منك، فإذا لم أكن ابنك لم يكن لي عليك من سبيل، ولكني لا أحب إذا كنت أبي أن تنكرني، إنك إذن رجل تسرف في نفسك وفي هذه الذرية التي تخرج من صلبك. فقال شداد مغضبا: حسبك أيها الولد وأمسك لسانك. هدف عنترة من هذا الحوار إجبار شداد على الاعتراف ببوته، ولا حصوله على حريته كابن من أبناء الأحرار، ولا حصول على موافقة شداد على زواج من عبله، ولا تقديم الاعتذار عما بدا منه تجاه عمارة ابن زياد. طبعا ما ينفعش تقديم الاعتذار ولا حصول على موافقة شداد،
ولا إجبار شداد على الاعتراف بأبوته، وطبعا حصوله على حريته كابن من أبناء الأحرار. ده الهدف اللي هو من إجراء هذا الحوار، الحصول على الحرية كابن من أبناء الأحرار. رقم 3، فقال شيبوب: إذن فحدثني ماذا أنت فاعل لتحول بين مالك وبين رضائه بعمارة؟ فقال عنترة في مرارة: لست أدري بما أحدثك يا شيبوب، فأنت تذكرني بكل آلامي وكل شقائي، تذكرني بأني لا أزيد على أن أكون عبدا ولا أستطيع أن أمحو صورتي التي تقع في عيون قومي، تذكرني بأنني لن أجد أبا ينصرني ولن أجد نسبا يمهد لي سبيلي، بل إني لن أجد المال الذي يعينني على بعض أمري. ولكني يا شيبوب مع هذا كله أملك شيئا واحدا هو نفسي التي لا ترضى، وسأكون في الموضع الذي أرضاه وإن كان ذلك قصرا، أي إجبارا وقوة. إنك تحدثنا عن مالك وعن قومي، لما لا تحدثنا عن عبله نفسها؟ إنك لا تعرف حقيقة نفسها كما عرفتها، فلا تواجهني بهؤلاء، فلست أعرف منهم أحد، ولا وإنما أحب عبله وأعرفه. 3، ميز ملمحا من ملامح شخصية عنترة من خلال الفقرة السابقة: شجاع وقوي في قول الحق، طبعا مش هو المقصود، منكر متكبر تنتابه حالة شديدة من الغرور، طبعا لا، ذو نفس أبية يرفض الذل والهوان، طبعا من خلال أو ملمح من ملامح عنترة: ذو نفس أبية ترفض الذل والهوان، والدليل هو نفس التي لا ترضى، واللي وردت معانا في الكلام. يبقى احنا خدنا رقم ب. السؤال الرابع صفحة 130، فقال شيبوب: أذكرك به لأنني سمعت حديث الناس في جهرهم وهمسهم، سمعت ما قالوه على ملأ وتجسست على ما قالوه في الخفاء، فقد باتت عبسة تتحدث عنك وعن عبلة، وما زالت تتحدث عنك وعن عبلة، فقد كانوا من قبل يسمعون شعرك فيقول بعضهم هذا في عبلة، ويقول بعضهم هذا في غير عبلة، ويزعم آخرون أنه من عبس الشعراء، ولكنك في ذلك اليوم قلت للجموع إنها عبلة إنها عبلة. رقم 4، ميز من الفقرة سلوكا ما يتفق مؤة الإنسان وأداب المجتمع، اللي هو البحث غير المشروع، الحب غير المشروع، طبعا لا، ذكر الشعراء محبوبات في أشعارهم، الانتقاص من قدر الآخرين، النقيصة اللي بتتفق لا تتفق مع مروءة الإنسان وأداب المجتمع، التجسس على الناس. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي. لو عجبك الفيديو أعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.